يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض الشباب يقول لصديقه: أتوسل إليك بحق صحبتي، فما حكم هذا القول إذا كان يقوله لصاحبه؟ هذا بينهم، بين الناس، هذا بين الناس، ما في شيء، إنما الممنوع بين العبد وبين ربه. نعم، أن يقول أسألك بحق كذا، أو أما الناس فيما بينهم فلا شيء. نعم.